شعبة النسيج حاضرة في معرض الإنتاج الجزائري بهدف عقد شراكات مربحة وولوج أسواق جديدة. رغم المنافسة يعني الموجودة، حبينا نعطوا بصمة في السوق الوطنية، يعني نحسوا الزبون الجزائري والمواطن الجزائري يلبس كل ما هو جزائري. هدفنا هو الاكتفاء الذاتي في السوق المحلي، وبعد كذلك نفتح أبواب نحو التصدير. عندنا اون لارج غام تاع المنتوجات تاعنا، وان شاء الله نستحفظوا على هذه المكانه تاع رائده ونزيدوا نطوروها. وفي نفس الوقت في السوق الدوليه حاليا نقوم بعمليه تصدير في عده دول، اللي هما مثلا كندا، راه عندنا في المانيا، البرتغال، سويسرا، فرنسا، وايضا في العربيه السعوديه، ليبيا، موريتانيا، والسوق الاسيويه، والسوق ايضا امريكا اللاتينيه. ضمان الجودة في المنتوجات الوطنية وتحقيق رغبات المستهلك الجزائري هو ما تسعى إليه الشركات المتخصصة في النسيج. ما استنيناش يكون منتوج هكذا، لقيناه خير من واش توقعنا. المنتوج الجزائري راهو في تطور ملحوظ، فريمون الكاليتي ديالو شابة، فريمون هايل، ان بري تانيك تري ريزونابل بارابور على كاليتي، ان اكسيلون رابور كاليتي بري. ماذا بيا يكون نشري ان برودوي وين نتعاونوا بيناتنا، تكون ان برودكسيون تاعنا لوكال، وين ما انا نولي نخمم في لا برودكسيون تاعني، وين نوفيو نقدروا نوفيو لو بوزوان تاع لو مارشي. خدمه متقونه، يعني خدمه متقونه تبارك الله، نتمناو لهم ان شاء الله يزيدوا لقدام. المعرض فرصة لبروز المؤسسات الجزائرية والتي تسعى لكسب رهان الجودة، حيث حقق قطاع النسيج والجلود سنة 2022 صادرات بقيمة 31.86 مليون دولار.